وحول مشاركة مجلس الشورى في أعمال المؤتمر، معي عبر الهاتف من القاهرة السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى وعضو وفد المجلس المشارك في المؤتمر. أهلا ومرحبا بك سعادة العضو. نسأل بداية عن أبرز ما أكد عليه مجلس الشورى خلال مشاركته، لا سيما في الكلمة التي ألقاها معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح. لا بد من الإشادة بانعقاد المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وهو في الحقيقة يأتي في وقت تزداد فيه المسؤوليات التي يقوم بها البرلمانيون في الدول العربية. فقد ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة أكد من خلالها أن مملكة البحرين تساند الجهود والمساعي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهي إحدى المحاور المهمة التي يلتقي حولها المؤتمر، خاصة في ظل التحديات وما تعانيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تدخلات خارجية سافرة ومستمرة تسعى لزعزعة أمننا واستقرارنا والنيل من مكتسباتنا الوطنية. وأكد معاليه على التعاضد والتماسك في المضي نحو استدامة تطوير وتحديث منظومة تشريعاتنا العربية الداعمة لتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من القاهرة سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.